ولكن اخويا كاين واحد الاهمال اخويا كاين واحد الاهمال هذه المنطقه هذه ما كاينش ديال الاصوات وهذا نداء الساكنه ما عرفتش هي عفوا لما تعطيو الاصوات ديالكم كاين اللي يجي يكذب عليكم ولا يجي يبغي ما عرفتش هي عفوا شنو كديروا عفوا اللي معاكم السلطات اللي جا للدار والبوليا وما جاو ولكن راه ما وصلوش للبلاصه هاد العافيه دابا انت كتشوف فيها باقي سميتو الناس الفلاحه كتمشي اخويا ما فهمنا والو كاين خسائر اخويا كاين خسائر الفلاحه كتمشي كاين بزاف هادشي وحنا بغينا نعرفوا الاسباب اخويا ديال هادشي هادشي صعيب بحال ما كون صعيب العافيه صعيبه تحيه رجال الدارك جاوا بكري رجال الدارك جاوا بكري البولبيه جات بكري المشكله شنو هو الطريق ما لقاوش منين يدخلوا باش يطفيوا هاد العافيه هادي هي المشكله ما لقاوش الطريق منين يدخلوا يطفيوا العافيه يعني مساكن جاوا وقفوا لهي شويه جاوا وقفوا لهي جاوا دخلوا هنا باش غادي يدخلوا ريسكي هنايا السير هادشي غيتحرق يعني كانت الطريق غيدخل هادشي كانت الطريق غيدخل العافية غيتولع دابا الناس الضراف جاو من مقصب مقصب دابا لو سبيرة فلوس ديال العام مشات ليهم الفلفلة كاين الناس اللي حاطين الماطر ديال الماء تما كيسقيو بهم تا هما تحرقوا لا 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 محمد رسول الله